الشناوي قصر المتين يبدو أزمة للناظرين في سواكن صبر دمي مدينة سواكن هي إحدى المحميات التاريخية والتي يتم العمل فيها لإعادة إنشاء مباني الجزيرة على طرازها القديم بإشراف خبراء وتشكيليين وأثريين لتكون مدينة التاريخ الحي. والحمد لله تعالى الآن الحجيج الذين يسبون عن طريق البواخر إلى الحج أو للعمرة يجدون فيها متعة طيبة، لأن الذي يسافر عن طريق البحر يستطيع أن ينقل ما يشاء من هنا ويستطيع أن يأتي بما يشاء من هناك، يعني في ناحية الأوزان التي لا تسمح له بالطائرة. كذلك يعني تاريخ الواسع وتلك العمارات الضخمة، قصر الشناوي، قصر أولئك الأتراك الذين كانوا في أو من جنوب اليمن، نعم، كل أولئك أن حقيقة كان السواكن هذه مزدهرة، والآن أنا سعيد وغاية السعادة أنها بدأت تستعيد ذلك التاريخ المجيد الذي ظلت طوال القرون الماضية أنها هي مشتهرة به. برفقة العم هداب يمشي بين الممرات والأرفف المكدسة بالأواني والصور والعملات، يتساقط دمعه أحياناً وهو ينظر لرسومات الفنان التي تجسد معارك الأمير عثمان دقنة، وهو يرى جده بين الحشود ويكاد نصل سيفه يعبر اللوحة ليصله، ومحمد نور هداب يزداد حماسا فتتقافز الكلمات وقبلها روحه الشابة وهو يحكي تفاصيل المعارك العظيمة. المتحف ده عمره حاجة بتاع 27 سنة. أنا سنة 1988 أنا أخذت المتحف الموقع ده. المتحف ده جديد، الموقع ده اللي حسن أنتوا شفتوه البيوت والمداخل والبتاع والبناء دي كانت كلها شركة استرباك الألمانية اللي عملت فريق بورسلان هيا، وأنا كنت أحد المقاولين بحكم امتلاكي لعربات والترحيل ومهنتي وكل شيء، فاشتغلت معه في آخر لحظة وما فكروا على أنه يبيعوا المباني اللي على الأرض مش الأرض.
كما شاهدنا هذه الموروثات الجميلة والمميزة في سواكن، ونتواصل مع كل مشاهدينا في كل مكان. يمكن يا حسام يعني دور المرأة واضح في حياتنا السودانية، يعني نضالات المرأة السودانية، وهذا اللقب الذي أطلق مؤخرا رغم انه هو لقب معروف من يعني من زمان، ملكات إلا من إنه زمان صح؟ ايوه هم ملكات وكنداكات من زمان، الا انه هذا لقب انتشر في الاونه الاخيره ابان الثوره السودانيه المجيده، الكنداكات ودورهن العظيم والكبير في الثوره وصناعه هذه الثوره. عندكم بالمناسبه دور كبير جدا في الحياه بصوره عامه غير الثوره، يعني الليله لينا مثلا بالتوب السوداني نشرت جو من الفرح في الصباح في الاستديو، طاقه ايجابيه كبيره جدا. في كثيرين قاعد يقولوا لها بالتوب في البيت احساس البت الهدت حيل التقل عديل، والفضل الله مربوط بخيط ان قامت يا خنوان ناري من قعدت ما اظني مشيت مثلا، يعني ده مثال لطاقه ايجابيه لكل الكنداكات. نهدي الحديث ادوار مميزه جدا، ادوار كبيره جدا، وهناك الكثير والمأمول والمنتظر منهم كلهم كده في المستقبل القريب. بنحييهم على ادوارهم النضاليه، ما حنحسب ونقول فلانه او علانه، نعم، لكن هم لقوا مساحتهم، لقوا مساحتهم في كافه المجالات السياسيه والاقتصاديه والرياضيه، كل المجالات في هذه البلاد المراه عندها كيان وعندها هيبتها وعندها يعني جمالها اللي هي دائما من خلاله تقدر تعكس الجوانب الايجابيه الحلوه واخلاقها العاليه والرفيعه. تحيه لكل نساء بلادي الكنداكات القويات المناضلات، ونستمع الى هذا اللحن. Oh,
وطني حر، وطني حر، وطني وطني. رجعنا من جديد نتواصل مع كل مشاهدينا في كل مكان، واليوم زي ما ذكرنا صباحا هو يوم مختلف في صباح الشروق، يوم للغناء وللاحتفال باستقلال السودان المجيد والذكرى 64. وبتكلمنا عن موروثاتنا قبل قليل، يعني حسام ذكرت نقطة مهمة جدا، انه موروثاتنا الشعبية المختلفة لابد الحفاظ عليها، ايا كانت الموروثات غنائية، موروثات ازياء، موروثات ثقافية، لهجات وغيرها، دي كلها موروثات لابد ان تكون محفوظة في تاريخ السودان. اكيد يا لينا، الجميل زي النموذج اللي شفناه من شرق السودان من سواكن، انه في انسان سوداني بسيط ده همه. والجميل ثاني نشوف مراكز ومعاهد ان شاء الله في المستقبل القريب، حاليا في نماذج، في نموذج ويتين من المراكز المتخصصه في مجال التوثيق للثقافه بصوره عامه، للتراث السوداني بصوره عامه. صحيح. فنحن محتاجين مجهود كبير جدا يا لينا في المجال ده تحديدا، في مجال التوثيق لتراثنا السوداني. هي متاحف جديده مختلفه برؤيه مختلفه، يعني متاحفنا الان الموجوده هي متاحف قوميه ومعروفه حافظه لتاريخ السودان، لكن محتاجين لمتاحف لموروثاتنا احنا، لعاداتنا احنا، لتقاليدنا المختلفه والمميزه. رايك شو احنا نشاهد حاجه مختلفه برضو عن الموروثات؟ طيب نشوف مع بعض. النجاره إحدى الرقصات الشعبية لبعض القبائل العربية التي تقطن أجزاء واسعة من جنوب كردفان. من أهم تلك القبائل وأكبرها قبائل المسيرية والحوازمة الرعويتين، ولكل من القبيلتين إيقاعه في الضرب على النجارة. وما يميز إيقاع النجارة عند قبيلة المسيرية سرعة إيقاعها، وتضرب النجارة عند هاتين القبيلتين لعدة أسباب غير الرقص، وتعتبر إحدى وسائل الإعلام الشعبي وأداة من أدوات التواصل الاجتماعي. الشاهد هنا أن رقصة الكرن النوبية الأصل والمنشأ يؤديها معظم سكان مدينة كيلك. هذا التمازج الإثني شكل بدوره مجتمعا متكاملا رغم تعدده العرقي والقبلي، متجاوزا الانتماء إلى القبيلة. تأتي الأغنية عند القبائل هنا متأثرة بالبيئة التي تعيش فيها الشاعرة أو المغنية، والتي تعرف محليا بالحكمة وحسب تفاعلها مع الأوضاع حتى السياسية، وتلقي بظلالها على المجتمع برمته. وتعد الحكامة وأشعارها وأغنياتها عند القبائل العربية والنوبية في جنوب كردفان مصدرا للآراء والأحكام، كما أنها إحدى وسائل الضبط الاجتماعي عندما ترسل عبر أغنياتها وأشعارها رسائل لا يمكن أن يتجاهلها المجتمع. إفراد مساحة للأطفال للدخول إلى ميدان اللعبة فرصة لتدريبهم وإكسابهم المهارة الكافية للحفاظ على التراث القبلي، وقد يساعدهم هذا على إنتاج جيل يجيد فن الرقص الشعبي لكل قبيلة. انفتاح ميادين الرقص للشباب مع اختلاف قبائلهم قفز فوق النظرات القبلية الضيقة من أجل مجتمع أكثر تلاقحا وتماسكا.
الصور المتعددة لمظاهر الفنون الشعبية المستوحاة من وحي الطبيعة تستمد قوة بقائها من ارتباط الناس ببعضهم البعض مع اختلاف أعمارهم وأعراقهم. نتواصل مع كل مشاهدينا في كل مكان. و حسام انا حابه اسالك يعني انت ما هو عمرك كم؟ السؤال بتاع السؤال العادي بتاع ناس اصحاب عشان انا سؤال اصحاب ده ما بيراتنا فانا ما حقول لك الا سؤال مزيان اصحاب المرات بيكون عندنا سؤال كبير, ما عشان كده قلت لك سؤال اصحاب لانه يعني انا ما هقول لك عمرك كم لكن هسالك حصل جاك جواب طبعا بحدد اذا كان انت كبير ولا جواب رسمي ولا غير رسمي جواب من البوسطه يعني زول في مكان بعيد رسل لك جواب الجواب بيحمل يعني اشواقه وتحاياه وكذا يعني انا عملت الحركه دي وانا صغير رسلت جواب من حيث انه انا عاوز ارسل جواب ده اجرب الموضوع ده وانا صغير وانا صغير طبعا وانا صغير دي عشان هو ما يبين انه هو كبير يعني فانا ما حصلت مرحله الجوابات والبسطه دي بالمناسبه ما حصلت لا انا صغير عرفت كيف انه في بسطه طيب طيب طبعا كله زول عارف لانه دي حاجات سودانيه مختلفه ومميزه انه نحن سوداننا بيمتاز بالكثير من الاشياء يعني واحنا صغار يعني كان في القطار طبعا دي في بدايه السبعينات تقدر تتكلم ما هنتكلم عن الاعمار حاليا لكن كان في القطار كان في العواميد تحت الاكل المراه بتشيل عمود وتمشي توديه ولا وجهها في مكان العمل كان في حاجات جميله جدا كان في حدائق العابنا يا ريت العابنا مختلفه احنا كنا بس بنتكلم عنها كم بلد سيجا أريكا الكريب أريكا يعني حتى مسمى فلفلت كلها حاجات سودانيه مميزه وجميله كانت في حقبه زمنيه حتى مميزه حتى الزي والتفاصيل الملامح الافرو للشباب حتى قصه الشعر للشابات ايوه كان مختلف شارلستون حاليا يعني كان واسع شويه احتمال معضلك الحال بكوبايه زي ما بقول على العموم دي كلها كانت اشياء يعني في سوداننا الجميل احنا رايكم شلون نصدحكم في ذكرى هذه الأشياء الجميلة والزمن الجميل زي ما بقول إن شاء الله يرجع السودان أجمل من أول لكن هذا الفيديو كلوب مميز جدا من كورال الموسيقى والدراما يا وطني يا وطن أحبابي يجسد ذكريات السودان الجميل يا وطني زيك قلبي
بتذكر فيك عهدي صبايا شكرا جميلا كورال كلية الموسيقى والدراما ونحييكم تحية كبيرة جدا لكل أسرة هذا الكورال لكل القائمين على أمر هذا الكورال على المجهودات الكبيرة جدا والمقدرة اللي دائما بنشوفها من خلال كل الأعمال وخلال كل الفيديوهات اللي حنشوفها. الساعة الأولى يا لينا خلصت بعد أكيد ساعة ثانية بعد الفاصل كونوا معنا.